تحية لكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج موانئ ثقافية حلقتنا لهيدا اليوم مميزة ورح يكون فيها ضيف مميز لهيدا اليوم ضيفنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وأيضا مؤسس المسرح القومي باللاذقية مدير المسرح العمالي حاليا ورئيس نقابة الفنانين سابقا مؤسس مهرجان اللاذقية المسرحي ومهرجان اللاذقية لإحياء التراث بدي أقول أهلا وسهلا بحضرتك الفنان الشامل سليمان الشريبة يعطيك العافية أهلا وسهلا فيك يعطيك العافية أهلا وسهلا متعدده بمسيرتك الفنيه ذكرنا البعض منها يعني خلينا نحكي من النهايه اللي هي كمخرج ومعد وايضا ممثل بالمسرح كيف بدات بهذا الموضوع وكيف وجدت نفسك كممثل مسرحي ناجح؟ هلا انا من طفولتي كان عمري بحدود ال 14 سنه وقفت على خشبه المسرح لاول مره بعام 1976 كان في مهرجان للمسرح المدرسي الشبيبي باللاذقيه المهرجان م. على مستوى سوريا شاركت بمسرحيه سهره مع ابي خليل القباني وبنفس الوقت شاركت باوبريت غنائي بيحكي عن اثار اوغاريت واكتشاف مدينه اوغاريت الاثريه ولعبت دور الفلاح محمود الزير اللي بيكتشف الاثار هاي طفولتي بعدين تدرجت في المسرح العمالي والمسرح الشبيبي والمسرح الجامعي التقيت بعد منها الى المسرح العسكري في سوريا ومن ثم درست في المعهد العالي للفنون المسرحيه وتخرجت عام 1985 يعني قبل دراستك انت كنت مبلش اصلا بالتمثيل والفن آه، وعلى خشبه المسرح طبيعي كان نوع من الادمان يعني من طفولتي شو اللي دفعك لت يعني لتشوف المسرح ونعرف نحن بيجمع الفنون كلها اسمه او الفنون يعني اللي خلاك انت تنجذب للمسرح آه شو هو بعمر صغير حقيقة يعني باللاذقية ما في مجال ايام الطفولة الا المسرح يعني وكنا من خلال بعض الاعمال التلفزيونية اللي نشوفها يعني بالتحديد لفنان دريد لحام او لنهاد قلعي كنا نقلد هذه الشخصيات يعني تاثرنا بها شئنا يعني ام ابينا بعدين لما طلعنا على الحياة العملية من خلال عملنا بالمسرح القومي السوري او بالتلفزيون بدينا نرسم ملامح خاصة لشخصيتنا ان كان بالمسرح <applause> او بالغناء او بالاعمال التلفزيونيه حلو يعني حضرتك ذكرنا من مؤسسي المسرح القومي باللاذقيه نحكي نرجع بالذاكره شوي للمسرح القومي وردود الافعال يعني خاصه اثناء تقديم العرض بالمسرح القومي من خلال الممثلين حتى الجمهور اللي عم يعني يحضر بهيدا المكان خبرنا شوي عن هذا الموضوع انا بعد ما تعينت بصفه فنان في مديريه المسارح والموسيقى يعني جئت الى اللاذقيه يعني ظروفي الاقتصاديه ما سمحت لي ابقى في دمشق مع العلم انه دمشق هي مركز الانتاج الفني بالبلد يعني اجيت على اللاذقيه واستلمت بنهايه عام 92 رئاسه نقابه الفنانين باللاذقيه في ذلك الوقت كلفني الفنان الاستاذ اسعد فضل الله طول بعمره بتشكيل فرقه مسرحيه في مدينه اللاذقيه وسميت الفرقه فرقه مسرح اللاذقيه القومي وفي عام 1997 تحولت هذه الفرقة إلى مؤسسة حكومية هي الآن المسرح القومي باللاذقية ومن هذاك الوقت وأنا يعني تصديت لمهمة الإخراج مثل ما بيقولوا غصبا عني ما كان في مخرج أكاديمي ولا حتى مخرج في المسرح القومي غيري أنا كنت أول موظف مخرج بجي على اللاذقية فاضطريت بحكم دراستي الأكاديمية ومعرفتي بكافة الفنون المسرحية إن كان بالديكور أو بالرأس أو بالغناء اضطريت تكون مخرج ولا استمرت هذه المهمه يعني ما بين التمثيل والاخراج اه ذكرت نقطه كثير مهمه عم يعني نحكي فيها انه المسرح بيجمع كل الفنون يعني الموسيقى احيانا الغناء الرقص التمثيل شامل مثل الديكور ما الديكور المكياج الاضاءه الصوت كله كله موجود على خشبه طبعاً المسرح وبده يكون الشخص والمخرج ملم بكل هذه التفاصيل لحتى يطلع العمل ناجح وكامل التفاصيل اكيد هلا في عنا قضيه بتقول هي التكامل الفني في العرض المسرحي هي تكامل فنون العرض المسرحي في وحده كليه تسمى العرض يعني مهمه الاخراج تحتاج الى امرين اما دراسه اكاديميه متخصصه او خبره مسرحيه متراكمه هلا بالامكان الشخص يكون عنده موهبه في التمثيل وبينجح لكن الاخراج بدا اما الاختصاص او الخبره لانه بيتضمن مجموعه امور مثل ما ذكرتيها ديكور ازياء مكياج موسيقى تصويريه اعداد نص مسرحي تمثيل اخراج هذه الامور بدها يعني حنكه وخبره. تمام، يعني عم تحكي انه المخرج من مهمته كل هيدي القصص انه هو يكون مشرف على كل هدول الشغلات ليطلع العمل ناجح، ممكن هذا يكون سبب لنجاح انه اذا كان المخرج هو نفسه ايضا فنان وموجود على خشبه المسرح عم يمثل مع الاشخاص اللي موجودين مع الممثلين، هذا الشيء ممكن يساعد بنجاح العمل او حتى هو كشخص ممثل ومخرج يؤدي بشكل صحيح اكثر وادق اكثر؟ أكيد إذا كان المخرج بالأساس ممثل يعني بحس بحالة الممثل أكثر، بيفهم الية عمل الممثل أكثر، التركيز، التواصل، الخيال، التخيل، الذاكرة الانفعالية، كل هذه الأمور اللي اللي بيعتمدها الممثل لما بيعد نفسه يعني. إذا كان المخرج ممثل يعني بيكون من الأفضل. حلو. بدنا ندخل بموضوع المسرحيات بقى يعني احنا حكينا شوي وانت دائما بتوصف مسرحياتك انه هن اولادك عشرين <applause> مسرحيه بتاريخك الفني اذا بدنا نعدهم يمكن تطول القائمه مثل ما عم نذكر ولكن أكيد. في نقاط دائما وفي مسرحيات او ادوار خلينا نقول شخصيات لعبت دور هيدا الشخصيه وتقمصت هيدي الشخصيه يمكن اثرت فيك اكثر من غيرها في هيك شيء بتاريخك او من خلال ما قدمته من ادوار هلا انا بميل بالمسرح للثقافه الشعبيه بحب العروض المسرحيه الشعبيه اللي بتتوجه لاكبر عدد من الجمهور انت لحتى تجيب المتفرج من بيته يترك الموبايل والفضائيات والنت والانستغرام وكل هذه الامور التكنولوجيه المتطوره ويجي للمسرح ويتحمل عبء المواصلات و و والطقس هذا اذا ما قدمت له ماده مسرحيه بتلامس همومه وتطلعاته والامه واماله اكيد ما حيجي <applause> المسرح بده متعه وبده فائده والاولويه للمتعه يعني متعامل بالعرض المسرحي مثل الطفل لما بدك تسقيه الدواء بد له حبه الدواء بكاسه مية وبتمرقي <applause> له <إليه> المعلومه <تمرئة> صحيح انا كثير حبيت المسرح الشعبي وكل عروضي يعني تندرج تحت هذا الاطار الثقافه الشعبيه اللي بتجمع بين الكوميديا والتراجيديا يعني هي اجمل تشبيه للحياه الحياه ليست كوميديا وليست تراجيديا حياه اي انسان فيها الضحكه وفيها البكاء وفيها النكته وفيها الموضوع الحزين المسرح اللي بيعبر عن الحياه هو المسرح القادر يجيب متفرج خصوصي بهذا الزمن <applause> يمكن هذا الشيء بيجذب اكثر من خلال المحتوى أكيد. المسرحي ويمكن العنوان ملفت بيكون اكثر لحتى الشخص يتشجع يدخل يحضر هيدي المسرحيه ويحضر المحتوى والرساله هلا العنوان جواز يعني سفر لاي عرض مسرحي تماما تاكيدا لكلامك الجاكيت هي احدى بل. المسرحيات اللي لاقت صدى كثير يعني من كل الاشخاص اللي حضروها فخبرنا عن هيدي المسرحيه تحديدا هلا مسرحيه الجاكيت بتحكي عن البيروقراطيه والفساد في احدى المؤسسات يعني، وهي المؤسسة اسمها جمعية الرفق بالحيوان. هيك اسم المؤسسة. معلم مدرسة بتجيه هدية بمناسبة عيد المعلم، الهدية جاكيت عليها صوف خاروف. بيروح حتى يقص الصوف عند الحلاق بيفكروا مجنون، بيقولوا لك عمي في حد مننا جمعية للرفق بالحيوان، بقصوا خواريف وما كذلك، فبيروح هذا على جمعية بقصوا له الصوف وبيسجلوا له هي خاروف. بدل ما يسجلوها جاكيت. فبعد شهرين ثلاثة بتجي زول ادفع ضريبة على الخروف زول ادفع ضريبة للأجبان والألبان <تكلم> يعني هي هو فهو مع هو بيدخل في هذه مع آه. المعمعة لإثبات إنه هي جاكيت وليست خروف وهذه كانت المحطة الأولى لإنطلاقتي فنياً، وهذا العمل حقق نجاح جماهيري منقطع النظير، إن كان في اللاذقية أو في المحافظات السورية، وصور للتلفزيون العربي السوري، وعرضوا محطة أوغريت عرضته يعني من كام سنة وكانت الانطلاقه الجميله جدا لمجموعه فنانين باللاذقية بتعرفون هلا ان نجوم ضيعه ضايعه فنان حسين عباس فنان عبد الله شيخ خميس الفنان فايز صبوح الفنان هاشم غزال الفنان رغداء جديد الفنان صوصن عطاف وهن هذول المجموعه هن اللي شاركوني بتاسيس المسرح القومي حقيقه حلو، من الجاكيت بننتقل لاوبرا الشحادين، هي ايضا كمان من المسرحيات اللي لاقت صدى كثير حلو عند الاشخاص اللي حضروها، فالها خصوصيه هدول المسرحيات اللي عم نذكرهم نحن يمكن من من 25 مسرحيه ولكن انتقينا بعض المسرحيات لحتى نحكي عنها اللي هي كان لها فعلا صدى كثير حلو مع حقيقة مع يعني أنا معظم المسرحيات بنظر لها نفس النظرة، كل مسرحية بعتبرها ولد من أولادي، لكن أكثر المسرحيات اللي حققت نجاح هي المسرحيات يلي عذبتني اثناء التحضير كيف يعني في قال. في تحضير يعني بالظروف ظروف التحضير مثلا يعني. مسرحيه اوبرا الشحادين حتى مترقم قياسي في عدد الجمهور وفي عدد العروض مثل مثل الجاكيت مثل التباس لص الشريف مسرحيه الجاكيت الفنان حسين عباس ترك التصوير في احد المسلسلات التلفزيونيه قبل ثلاثة ايام من العرض ثلاثة ايام التحق حلو خلال ثلاثة ايام تمكن من خلال انسجامه مع مجموعة العرض والمجموعة المنسجمة اللي هي أساس نجاح أي عرض مسرحي الأستاذ حسين الأستاذ مجد أحمد الأستاذ نضال عديرة الأستاذ عبد الله الشيخ خميس الأخت الغالي نجاة محمد الفنان وسام مهنا هدول الست ممثلين نتيجة انسجام وتفاهم العميق والكبير مع بعض قدروا بثلاث أيام يعني بوجود الأستاذ حسين أنجزوا ما لم ينجز مع غيرهم بأشهر وحقق نجاح جماهيري منقطع النظير، يعني انا نفسي كمخرج انا متوقع النجاح، بس مو مثل ما صار. وهذه المسرحيه واضافه للص الشريف التباس، هي من المسرحيات يلي تم استضافتهم من قبل وزاره الثقافه في دمشق على مسرح الحمراء، والمعروف الاستضافه بالوزاره بتتم ليوم او ليومين فقط. تعرفي في ميزانيه عروض وسفر ونقل وإقامة وفنادق وأكل وطعام هذول المسرحيتين المسرحيتين الوحيدتين اللي بتم استضافتهم في دمشق ولمدة أسبوع كامل <applause> لما سبق لا ما سبق لمسرحية لا عربية ولا محلية أنه استقبلت في العاصمة دمشق لهذه المدة الزمنية وحققت نجاح جماهيري منقطع النظير حتى في دمشق لدرجة حتى السيد مدير المسارح والموسيقى الأستاذ عماد جلول دائما بصر ياخذ عروض جميله من المحافظات الى دمشق وبيطالبني انه تعا تعا الى دمشق يعني هذا دليل الانسجام الكبير بيني وبين مجموعه العمل اللي بتشتغل معي وانا بتشرف فيها كثير هن اللي ذكرتهم حلو أه هون عم نحكي نحن عن العمل كامل يعني كاخراج خلينا نقول واعداد اما تقمص الادوار يعني الشخصيه انت اديتها على المسرح في شخصيه معينه اثرت فيك اثرت حتى يمكن نعرف نحن الممثل لما بيكون عم يحضر لهيدي المسرحيه فبيبلش بقى يتقمص هيدي الشخصيه ويتعامل فيها مع المحيط مع ابنائه يمكن ببيته فهيدا الموضوع يعني عمل عندك اثر فيك او ترك بصمه يمكن بحياتك الى حد ما؟ على فكره انا معروف عني اني كثير قلق ومتوتر خلال تحضير العمل المسرحي. يعني كل الادوار بتقمصها، مو بتقمص دور واحد، لدرجه انا بالبروبا كل الأدوار المسرحيه كل ادوار العرض المسرحيه، آه. لدرجه انه انا بالبروبا انا مستعد رد الكل اذا حدا نسي جمله او يكون حافظ النص من الجلدي الى الجلدي وفي اغلب عروض المسرحيه انا اضطريت شارك ممثل لظرف ما بغيب ممثل بمرض ممثل ممثل بيكون عنده التزامات تلفزيونيه بطلع بشارك في اغلب عروض المسرحيه شاركت لكن المسرحيات اللي شاركت فيها كممثل هي اهم دور انا شاركته دور العصفور ب مو العصفور الشخصيه اسمها عصفور في مسرحيه حكايه بلا نهايه تاليف الاستاذ الكبير اسعد فضه كانت من اعدادي واخراجي في عام 1997 <applause> وكانت عرض الافتتاح لمهرجان اللازقية المسرحي الاول والناس كثير هنتني على نجاح العرض وعلى نجاحي كممثل كون الدور بيتضمن التمثيل والغناء والرقص لكن انا ما بقدر اقول شيء عن هذاك العمل لاني ما شفته انا كنت على الخشبه فوق ما كنت تحت الصاله اها، الأصداء انت شفتها بعدين يمكن طبعا من خلال الناس من خلال الناس ايه بس حقيقة أنا ضد إنه المخرج يكون مخرج وممثل لازم يعني يصير في فصل يعني بيفقد السيطرة على كثير من الأمور مدرب كرة القدم <applause> لما <لابن> يكون <applause> لاعب ومدرب بيفقد حاسة مراقبة العرض يعني وتسليط الضوء على مكان من الضعف والقوة وتجاوز هذه صغرات طيب خلينا هون نتطرق شوي لموضوع الممثل الناجح والمقنع يعني كونه نحن على المسرح بشكل مباشر بدك تقنعني بالدور بتوصل لي الرساله اللي انا صح. لازم توصلني يعني من خلال هيدا العمل المسرحي في مؤهلات يمكن لازم تكون عند هيدا الشخص خبرنا عنها طبعا هلا الممثلين نوعين في الممثل المبدع وفي الممثل المنفذ يعني المنف... المنفذ فيك تعتبريه مثل رقعة شطرنج هذا بيكون ممثل قليل الخبرة وبتكون يعني كمان الموهبة من رب العالمين بيضطر المخرج يحركه كما يحرك قطعة الشطرنج وهذا أنا بوجهة نظري مرفوض في العمل المسرحي <applause> أنا بالتلفزيون بتمرق بيسجل كل جملة بجملتها وبيصلح وغلط بعيد بالمسرح لا الغلطة بكفرة أنت غلطت أمام المتفرج ما قادر تعمل شيء هذا النوع الأول من الممثلين وما بحب أتعامل معه النوع الثاني هو الممثل المبدع هو الممثل يلي بيضيف لوجهة نظر المخرج الكثير من ابداعه الكثير من ذاكرته الانفعاليه الكثير من خبرته الكثير من موهبته هذا الممثل بيعرف يحلل النص المسرحي بشكل جيد مع المخرج وبيعرف يحلل دوره وبيتقمص الشخصيه وبيفوت بالشخصيه بالشكل الصحيح والجيد هناك مجموعه اسئله لكل شخصيه هذه الشخصيه مين هي شو عم بتساوي؟ ليش عم بتساوي هيك؟ كيف عم بتساوي هيك؟ شو هدفها؟ مين ضدها؟ مين معها؟ هناك مجموعة علاقات مسرحية هذا الممثل المبدع بيجاوب على هذه الأسئلة وبيدخل بالشخصية بيوصلها إلى بر الأمان وللأسف بالمسرح بالمدة الأخيرة هذا النوع من الممثلين قليل وقليل جدا لأنه هناك عملية استسهال كبيرة للفن صار راس المال هو الاساس معك راس مال قادر تنتجي مسلسل تلفزيوني وتحطي حالك البطلة تعيد اللقطه ألف مره لحتى تزبط وما بتزبط لذلك بتشوفي هلا معظم ممثلاتنا ما راوا نجماتنا ان ممثلات في غايه الروعه الفن السوري اكتسح المحطات العربيه بتشوفي هلا غالبيه ممثلاتنا هذول اللي طالعين عبر راس المال كلهم شبوا بعضهم نفس الوجه نفس الوجنات نفس العيون نفس الانف نفس الفم حتى اذا حركت تم ما بتحسي في جماد نتيجه عمليات التجميل هذا انا بعتبره ممثل منفذ وليس مبدع هون هيدا الممثل يعني لا يصلح للعمل المسرحي كونه كثير في يمكن تعابير لازم تكون موجوده على وجه الممثل لحتى يعطي هيدي يؤدي دوره بشكل صحيح ويوصل الحاله الانفعاليه اللي هو عم يعيشها على المسرح عليك. هلا ليكي نسبه التركيز مهم. في المسرح يجب ان تكون 100% انت موجوده من اول العرض الى اخر العرض صحيح. طول ما مانك موجوده على خشبه المسرح لو ما كنت عم تحكي انت عم تتواصلي مع الشريك عم تسمعيه عم بتشوفيه عم بتعبري بايماءاتك بايحاءاتك نسبه التركيز والتواصل يجب ان تكون 100% واي غلطه انا قلت بكفره تمام. ما قادر تصلح شيء بالتلفزيون لا بالتلفزيون بتعيد اللقطه مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وبيحطوا لك الحوار وانا منك ممكن تقري للحوار الحوار والكاميرا يعني تماما هاي تقنيات طيب. العمل نحكي هون شوي بصعوبات العمل المسرحي يمكن انت ذكرت بعض منها اللي هي ممكن احيانا طول المده للتدريب البروفات م. او مثلا الطقس بيلعب دور البعد المكان المواصلات في صعوبات اخرى ممكن تعيق الشخص يمكن او تعيق تع العمل المسرحي بشكل عام هلا شيء نعم ابينا بالمده الاخيره من حوالي نقول 15 سنه ولهلا أثرت التكنولوجيا أثرت حقيقة وسائل التواصل, التواصل الاجتماعي, الاجتماعي. تيك توك الفضائيات النت أثرت على المسرح شئنا أم أبينا يعني أنا بدأ ليش تاجي على المسرح قادر عبر جوجل جيب أي عمل أي عمل فني كذا أثرت بشكل عام بالمدة الأخيرة أيضا الظروف الاقتصادية أثرت كثير <applause> يعني الممثل المسرحي أنا بعتبره عمله بالمسرح هلا نوع من المغامرة الخطرة والتمثيل المسرحي نوع من الإدمان حتى على الصعيد الاقتصادي خلينا نعترف المسرح ما بيطعمي خبز بهذه الأيام غالبية الممثلين بيشتغلوا بالنار وبيضطروا يشتغلوا بعض الدور من شان لقمة العيش غالبية الممثلين حاليا بيعانوا من أزمة المواصلات ما بيقدروا يجوا على البروفة وإذا كانت البروفة مسائية أيضا ما بيقدروا يجوا وأنا بعملي الأخير هلأ على عم حضره أكثر من نص الممثلين ما قدروا يكملوا معي بعد ما اشتغلوا نص العمل اعتذروا بسبب الأزمة الاقتصادية فينا نقول بسبب نقول هيدي الصعوبات حقيقة واجب. اللي بده يشتغل هلا مسرح هو شخص مدمن مسرحي وبده ضحك عنده شغف وعنده حب ايه أنا عم أقول إدمان, إدمان. أنا بالبيت بيقولوا لي يعني ليش عم تشتغل؟ يعني أنا اللي عم باخذه عذرا لكلمتي بس مبسوط أنا مبسوط في شيء معنوي أنا عم بحقق لي إياه المسرح هو هو عم اقتصاديا تماما يعني إذا بطلع كومبارس بعمل تلفزيوني كومبارس ها باخذ قد عشرة عروض مسرحية بطولة لكن اللي عم نشتغل بالمسرح نحن عم نشتغل حباً وإدماناً وإيماناً بهذا الفن المسرحي بعض المسرحيات أيضاً الرجل الذي صار كلباً كمان إحدى المسرحيات الطباخ اعترافات زوجية يعني تتعدد أسماء المسرحيات كل كل مسرحية لها غاية لها رسالة الها هدف طبعاً بالاخر العمل الاخير اللي عم تذكره هلا هو رسول من بلاد المغول, المغول. خلينا ناخذ هيك فكره شوي عنه لا رسول من بلاد المغول مسرحيه كتبت في سبعينيات القرن الماضي واسمها عريس لبنت السلطان تاليف الكاتب العربي المصري محفوظ عبد الرحمن وبتحكي عن حصار المغول لبغداد انا استحضرت هذه الفكره بسبب كثير اساسي نحن من عشر سنوات نعاني كافة أنواع الحصار في عالمنا العربي حاصروا العراق حاصروا ليبيا حاصروا تونس حاصروا جنوب لبنان حاصروا غزة حاصروا سوريا ما ظل قذر في العالم إلا إجا لعنا لحتى يحاربنا بس الحمد لله بعضنا صامدين أردوغان حاصرنا في الشمال يعني شو بيختلفوا المغول عن الأتراك الأمريكان حاصرونا في الشرق هي الفكره الاساسيه هو هي الفكره هي الفكره معالجه موضوع الحصار بشكل شعبي وكوميدي واثار هذا الحصار اجتماعيا واقتصاديا وبطرح مقوله كثير حلوه اي بلد في العالم عندما يتعرض لحصار من يدافع عن هذا البلد بدافع عنه صاحب راس المال ولا التاجر ولا الخائن ولا الفاسد ولا بدافع عنه الانسان الشريف والنظيف يلي بياكل بيضه وحبه بطاطا باليوم ويلي رايح له عشرين شهيد وقصه مصر هو يستشهد في سبيل هذا الوطن عم بحكي عن ثقافتين انو ثقافه بدها تنتصر يعني احيانا كثر العدد مهم بس ما هو الاهم الاهم هو الايمان بالموضوع اللي انت عم بتدافع عنه وعم بحكي ضمن هذا العمل عن موضوع كثير مهمه اجتماعيه انه هذا الجيل ما بصير انت انت من حقك تجوز بنتك بس مو من حقك تبيعها ايضا طرح موضوع اجتماعي هذا الجيل اجتماعي هذا المسلحية. الجيل طبعا في موضوع اجتماعي يخص المراه في موضوع ايضا يتعلق بالتصنيع انت دائما اذا بدك تعتمد على الغير كل موادك تشتريها من برا طيب هذا اللي عم ببيعك من برا بيوقف عنك البيع على قول جبران: ويل لامه تاكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع إذا لم تعتمد الدول على التصنيع كل دولة ما صنعت بيكون أكيد مصيرة آيل إلى السقوط أو إلى الهلاك حلو، طيب. آه، ننتقل إلى موضوع التراث ويعني مهتم وتعتني بالتراث والدليل أنه مهرجان اللاذقية لإحياء التراث يعني آه، فنان سليمان شريبة عرفنا عنك فنان شامل ممثل ومخرج ومعد مسرحي وأيضا بتغني فيعني <applause> كمان هون هيدا الموضوع بيخدم الممثل بيخدم بي حتى بعمله حتى مثلا بموضوع المهرجانات ممكن تقدم شيء غنائي تراثي من اللاذقيه فشو بيستحضرك هلا انا من طفولتي كنت غني هيك يعني بالمناسبات الخاصه غني الزجليات الكوميديه آه ومتاثر كثير بال يعني ايام الزمن الجميل وبالتراث الاصيل يعني انا هاي الاغاني الطالعه هلا ما بقرب عليها كثير مغرم صباح فخري، وديع الصافي، ناظم الغزالي طبعا الفن الراقي، السيده العظيمه فيروز، السيده ام كلثوم، <applause> اخر مين انا كثير يعني بحبهم وبعشقهم، بعشقهم كشخصيه وهي شخصيه اللي علاقه ايضا بالتمثيل والغناء هو الموسيقار ملحم <applause> وانا اذا بشيل دقني في كثير ملامح منه، وكان في تجربه لتصوير فيلم عن المرحوم عن المرحوم ملحن بركات ويعني ولا يكتب لي النجاح بميل كثير الى الغناء القديم عندي مشاركات حتى في مهرجان المحبه عندي مشاركات غنائيه انا لست مطربا انا مغني اؤدي باحساس جميل وبشكل جميل وتعبت على حالي وطورت نفسي ان كان في مجال الايقاعات الموسيقيه وان مم. كان في مجال المقامات الغنائيه لانه من المعيب على شخص بيغني ما يكون ما يعني. دارس الايقاعات صحيح. والنغمات الموسيقية طيب بيستحضرك شيء هلا من الذاكرة من, من التراث؟ ايه في, في كتير يعني مثلا تفضل <تصفيق> <تصفيق> يا حبيبي حلالي دلالي دايم دوم طالب ويصالي ومن الشباك لارميلك حالي ومن الشباك لارميلك حالي يوم الشباك لارميلك حالي يوم الشباك لارميلك حالي يا عيني من كتر شوقي عليك ما بنام هاي غنيتي يا حلوه يا مسليني المعروفه تمام. في كل منطقتنا آه يعني الغايه من من اقامتك لهيدا المهرجان واحياء التراث مره ثانيه، خبرنا يعني شو كانت الفكره لحتى انطلقت وبدات بمهرجان العزقي لاحياء التراث هي الفكره من لما بدا عصر العولمي واخترقت ثقافتنا وفننا، هالعولمه الوافده لنا الغريبه عننا ان كان بالكلمه او حتى بالايقاع او حتى بالغناء حبينا نعرف هذا الجيل على تراثنا اللونجا البشره في الموشحات القدود فعملنا مهرجان اللاذقيه الاول والثاني والثالث لاحياء التراث وتكمل وكانت تشارك فيه معظم الفرق الفنيه باللاذقيه فرقه المرحوم جابي سعاده فرقه محمود العجان الله يرحمه الاستاذ زياد العجان فرقه النادي الموسيقي فرقه الفنان فواز العلي من جبله فرقه نقابه الفنانين واجا الفنان المرحوم صباح فخري رحمه الله عليه كان هو نقيب الفنان في ذلك الوقت اجا شاركنا وتم تكريم فعاليات كثير كبيره ومحترمه بالفن السوري من ضمن هذا المهرجان قدمنا اشياء يعني حتى لما قدمناها في في نجوم بالفن العربي استغربوا انه بمدينه اللاذقيه في هيك فرقه تقدم هذا الشيء اجمل الموشحات الاندلسيه المعروفه عربيا اجمل الادوار، اجمل الانواع قال البشرف، كلها انواع غنائيه كلها كانت وقوالب كلها موجوده في, هذا في هذه المهرجان وكان المهرجان يستمر اربع خمسه ايام. والفرقه اللي كل الفرق اللي شاركت انا قلت لك باشراف المرحوم محمود العجان، المرحوم جابي سعاده اسماء كبيره إيه بال... فواز بال... العلي، كل هذه الفرق، زياد العجان الله يطول بعمره بالاضافه الى فرقه نقابه الفنانين اللي كانت عندنا باللاذقيه، قدمنا اشياء في غايه الروعه لكن للاسف يعني توقفت هذه المهرجانات وبيح... بدا نوع من الدعم ونوع من الاهتمام بيرجع حدا يفعل هذه القضايا، <applause> لانه حقيقه اللي عم نسمعه حاليا يعني تقشعر له الابدان. يعني نامل انه هيدي المهرجانات فعلا ترجع تلاقي الضوء مره ثانيه وترجع يعني نرجع نركز على هيدي النقاط المهمه والاساسيه بتراث اللاذقيه، دائما اثناء العروض المسرحيه بنعرف وبنحضر مسرح فبنشوف في نهفات كثيره بتصير على المسرح، اوقات بتصير بالبروفات يمكن بين الممثلين، فبيستحضرك هيك شيء ممكن اثناء العرض صار معكم نقطه معينه او مشهد معين بيصير كثير احد الممثلين كان تعبني كثير بالبروفات ما بدي اذكر مين هو بدي اذكر مين مقابله مقابله كان الاستاذ حسين عباس هو الممثل قصير وحسين اطول منه فحسين حاكيه هيك يا فلان يا كذا هو يا حرام تحت هون فباخر عرض انا من كتر ما متضايق منه قلت له ابو سعيد قال شو قلت له يرحم ابوك في مشهد بيقتله الكرباج قلت له اليوم تعمل له قتل يحكوا له حقيقي له حقيقي خلص اليوم اخر عرض شو شو بده يعمل خلص العرض والله دخل الاستاذ حسين قتله قتلي عمل له فلقه من كعب الدست انا هذاك بدل ما يستدرك الامر ويكمل راح حرد وترك العرض بنصه انا بالكنترول حسيت انه في شيء فطيران نزلت انا على الخشب حطيت لبس هذاك وكملت العرض هي احدى الحواجز بذكروها أيضا من الحوادث الجميلة بمسرحية عودة جوحة أنا كثير بضل متوتر بالعرض بخاف يعني ما بفك التوتر عندي لأول يوم عرض ومثل ما قلت لك سبحان الله رب العالمين بيوقف معي لأنه نيتي ونيت اللي معي نية سليمة بأحد البروفات آه عصبت ففي كرتوني هيك اجيت انا عملت له هيك شوطه كاني عم شوط كره قدم تطلع الكرتوني مليانه حديد وحجار آه. كسرت رجلي ورعت على المشفى وحطيت الجبسين برجلي اجى الاستاذ اسعد في حضر قال له لك شو هاد قالوا له والله هيك هيك صار معه قال لي مره ثانيه بتكسر له رجله للممثل الزعجك ولا بتكسر رجلك انت <تصفيق> <تصفيق> يمكن هي نهفات كثيره بتصير مثل ما بتذكر مواقف كثيره بتستحضرها اوقات بالذاكره يمكن وهلا ما أيه اثناء تقديم العروض او حتى اثناء البروفات يمكن كمان بصير في اشياء كثيره بين الممثلين مع بعضهم دائما يعني عم بيكون مؤلفي الاعمال اللي عم تنعمل كمسرح كمسرحيات عم بيكونوا هن محليين او ممكن تاخذوا من روايات عالميه او من كتاب يعني معروفين مشهورين هلا انا معظم العروض اللي قدمتها في عروض مسرح عالمي مكتوبة في زمن قديم بنلجا الى اعاده النظر اعاده بما يناسب بيئتنا العربيه بما يناسب ايضا هذا الزمن وفي كتاب عربي يعني نحن الحمد لله بالوطن العربي في مثلا بمصر محمود دياب محفوظ عبد الرحمن في سوريا عنا يعني ممدوح عدوان محمد المغوط الراحل سعد الله ونوس وفي كتاب يعني في بيكتبوا كوميديا وفي كتاب عالميين مثل داريوفو مثل شكسبير مثل بريخ مثل براندسلاف نوشيتس سووي احنا نقدم العمل نقدم العمل بالشكل اللي بيناسب بيئتنا واخلاقياتنا ويعني وتراثنا وتقاليدنا يعني بس بنحافظ على هيكليه النص وعلى افكار النص هناك افكار ومسرحيات عالميه حقيقه تصلح لكل زمان ومكان لانه المشاعر الانسانيه الحب الكره البغض الحقد السأر الانتقامي مشاعر مشتركه بين كل دول العالم كل واحد بيعبر عنها بطريقته تماما ودائما بيكون فيها اللمس الكوميديه باي عرض يمكن عم بيتم تقديمه ويمكن بصير في قبول اكثر وبتوصل الرساله بشكل اسرع على الجمهور وبصير في تفاعل يمكن الجمهور جاي يستمتع لذلك تمام. الكوميديا مطلوبه يعني حاجتنا هم وحزن. انت انت قلت المتعه هي من اهم عناصر المسرحيه لازم طبعا. يكون في متعه للحضور واللي عم يحضروا المسرح بنتمنى لكم كل التوفيق لعرضك القادم ان شاء الله هيك كمان يكون العروض الشيقه وتلاقي كثير نجاح واصداء حلوه بين الجمهور نشكر وجودك معنا لليوم الفنان سليمان شريبه شكرا لك يسعد اوقاتك شكرا لك مسرحيه الرسول من بلاد المغول صاله المركز الثقافي والدعوه عامه للعائله هي مسرحيه للكبار والصغار شكرا لكم يعطيك العافيه واكيد الشكر الاكبر لكل اللي كانوا معنا بحلقتنا لهذا اليوم لاقونا الاسبوع القادم بحلقه جديده ضلوا بالف خير الى اللقاء Thank you.